برنامج صحة المرأة على ما يبدو من اسمه هو متعلق بصحة المرأة بشكل عام، ولكن من تخصص حضرتك على ما يبدو أن البرنامج مركز أكتر، لو أنا يعني تقديري سليم، على مسألة الأورام لدى النساء، صح؟ مظبوط. طب ليه سمينا صحة المرأة ما سميناش مثلا برنامج مكافحة الكانسر أو السرطان مثلا؟ وفي عدة هو أسباب اسم الحقيقة. يخض يعني. هو ده واحد من الأسباب على فكرة، بس هو في عدة أسباب الحقيقة. السبب الأولاني إن إحنا في البرنامج الرئاسي لصحة المرأة كنا عايزين نبص على إن يبقى في منظومة كاملة وفي ديتا كاملة عن الست المصرية. إحنا نسب الإصابة بالسكر قد إيه، نسب الإصابة بالضغط قد إيه، زيادة الوزن دي، ودي حاجات على فكرة بتساعد على زيادة نسب الإصابة بالسرطان، فهي مرتبطة ببعض. يعني السكر والسمنة من الحاجات اللي مرتبطة بالسرطان برضو، سرطان الثدي تحديدا يعني. بس هو في قلب البرنامج دون سرطان الثدي. طب ليه سرطان الثدي بالذات؟ عشان سرطان الثدي هو أكتر الأورام شيوعا في السيدات، وأكتر الأسباب الوفيات من الأورام هي في السيدات. يعني هقول لحضرتك على حاجة، لو إحنا عندنا 100 سيدة عندهم أورام، تلتهم سرطان ثدي. كل سنه، ده الارقام الرسميه، ده الاعداد الرسميه، والاعداد الحقيقيه يمكن اكتر من كده كمان، بيتشخص حوالي 25 ل 30 الف سيده بسرطان الثدي جديده. انا مش بقول اللي موجودين حاليا، هو 25 الف ده حاله جديده تضاف للحالات اللي اوريدي متشخصه من قبل كده. سرطان الثدي من الأورام اللي كل ما نصرف عليه وكل ما نعالجه صح وكل ما نشخصه بدري، كل ما يجي نتيجة كويسة ونسب الشفاء ترتفع، وكل ما احنا بنقدر ان احنا نقاوم المرض ده بنجاح عالي جدا. مشكلة عندنا في مصر الأساسية مش نقص في معدات او في أدوية حديثة او في أجهزة او دكاترة او الكلام ده. المشكلة الأساسية تكمن في إن إحنا عندنا بيتم تشخيص المرض في مراحل متأخرة. ومن هنا جه إحنا يعني كنا سعداء جدا اللي بيشتغلوا في الأطباء والتمريض وكل المعنيين بالأورام، كنا سعداء جدا لما أطلقت مبادرة سيادة الرئيس بالكشف المبكر. وبعدين قلنا طب ليه إحنا تبقى الكشف المبكر بس؟ ما هي الست جاية كده كده، والست هيتعمل لها فحص. طب ما نبص على شويه حاجات تاني، علشان لو المبادره دي فعلا بنتكلم ان هي او البرنامج ده وانا هيبقى بيغطي مصر كلها وبيشوف ملايين من السيدات، طب ما نجمع دي اكتر ويبقى عندنا صوره اكبر. الست المصريه اخبارها، صحتها عامله ايه، وزنها عامل ايه، السكر بتاعها عامل ايه، الضغط عامل ايه، ونعملها توعيه. فبتيجي الست في المراكز المشاركه في المبادره وفي الوحدات الصحيه اللي هي الوحدات الطبيه اللي هي اكتر من 3000 وحده، ومستشفيات كتيره دلوقتي داخله في المبادره. بتيجي الست بتعمل لها التشيك اب داون، وبيتعمل لها توعيه على سرطان الثدي، وبيتعمل لها كشف، وبنقول لها حاجات ومعلومات مهمه جدا بالذات في السن الصغير على الصحه الانجابيه. إيه هي الصحه الانجابيه، وتخلي بالك من ايه، وتعملي ايه، والعدد الاطفال والرضاعه، وازاي الرضاعه بتقي من امراض من ضمنها سرطان الثدي، وبتتكلم في مواضيع كتيره جدا، وبتمشي بكتيب او بكارت في الحاجات دي. يعني احنا الحمد لله، يعني احنا قدرنا في سنه وكام شهر في وجود الكورونا اللي وقفت وعطلت البرنامج لفتره، قدرنا ان احنا نقدم خدمه تقريبا 12 مليون سيده. حلو قوي، 12 مليون سيده، وده مشروع ضخم جدا. هو المستهدف كل سيدات، كل سيدات مصر. اللي هو تقريبا كم مليون؟ تقريبا 30 مليون في اللي هم داخلين في الـ في الـ في الفئه اللي احنا بنستهدفها، لان طبعا في بنات صغيرين وفي شباب صغيرين لسه ما دخلوش في العمر. العمر بتاع المبادره من 18 سنه بنعملها توعيه، من 35 سنه بنركز على موضوع بقى الكشف اليدوي والفحص بالاشعه والكشف المبكر عن الاورام، لان تحت سن ال 35 فرص الاصابه بسرطان الثدي قليله جدا جدا جدا. فمجرد بنتكلم معاها بنوعيها، تفحصي نفسك ازاي، تفحصي نفسك امتى، ايه اللي تخافي منه، ايه الاعراض اللي تخلي بالك منها. فبيبقى في توعيه للسيده. ده اتعمل مع 5 مليون سيده، و7 مليون تانيين اتكشف عليهم واتبعتوا، اللي منهم عندهم حاجه اتبعتوا لمراكز متخصصه، مراكز اللي هي بتشرح الاشعاعات بالظبط، اتعملوا بقيه الفحوصات. العدد اللي اتبعت للمراكز الاحاله او اللي هي اللي بنسميها الريفيرال سنترز، تيرشري ريفيرال سنترز، مراكز المتخصصه دول، اتعمل لهم فحوصات اعلى شويه.
ومن هنا انا عايز بس اقول حاجه، عشان في ستات كثيره جدا بتخاف يجي تتفحص في الوحده الطبيه او في الوحده الصحيه اللي جنب بيتها او في مستشفى عامه، فيتقول لها انت هنبعتك لوحده متخصصه مرع معهد الاورام. اول ما تسمع هي الكلمه دي تترعب طبعا، بتهر الست بتهر. هو الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا عايزين ان احنا في الست دي عشان عندها تاريخ مرضي اعلى مثلا، عندها قرايب فوق سردتها مثلا، عشان هي عندها شويه كلاكيع في الاغلب حميده بس عايزين نتاكد، فبيتم ارسالها لمراكز الاحاله والترشر ريفرال سنترز دول، جامعه عين شمس، القصر العيني، معهد الاورام، مستشفى تامين صحي، في مراكز كتيره دلوقتي مراكز متخصصه على اعلى مستوى بتقدم بقى خطوه اعلى شويه. اوكي، الخطوه الاعلى شويه دي فيها بقى ماموجرام، فيها الترا ساوند، فيها رنين لو احتاجنا، فيها كشف كامل لو احتاجنا بالبيت سكانز او اللي هي المسح الذري. دكاتره متخصصه في سرطان الثدي اكتر شويه فبتقدم حته اعلى شويه. وعلى فكره برضه عشان نطمن الستات اللي بتتحول للمراكز دي في الاغلب هتطلع حاجه حميده عندها، وهنقول لها ما فيش حاجه ونطمنها ونروحها يعني.